السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده النهارده. الفيديو النهارده حابة ان يكون مختلف، المفروض ان هو زي فلوج، المفروض ان انا نازلة اجيب حاجات للريزن، فاكيد انا لو نزلت الفيديو ده هكون نزلت الفيديو بتاع الريزن وان انا رجعت اشتغل في الريزن تاني، بس مش عارفة بصراحة الدنيا هتبقى ماشية معايا ازاي. انا لسه منزلتش لسه في البيت وعايزة انزل اجيب الحاجة، مش عارفة بصراحة الموضوع بيبقى صعب قوي عشان احنا هنا في بورسعيد الماتيريال قليلة جدا جدا جدا، بلس ان انا كون ان انا اعمل شوبينج في الكورونا ومعايا بيبي، موضوع صعب قوي على فكرة. المهم لو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم، سبسكرايب يوتيوب شانل وتدوسوا على جرس الاشعارات. يلا بينا. طبعا مش عايزه اوصف لكم اليوم كان عامل ازاي. انا عارفه ان في حاجات كتير اتقطعت في النص، بس كان يوم جميل. اوكي زي ما انتم شايفين حاجه، انا مش عارفه ده تقريبا صلصال مولدنج كلاي، الاقلام. الالوان اللي بتطلب مني دايما، تفتكروا اجربها اشتريها عشان اجربها؟ مش عارفة. انا هنا عارفة ان انا مصورتش من البداية، بس دي هنا مكتبة تانية كل الالوان البيجمنتس اللي ممكن تتخيلوها. اوكي انا متحيرة هنا، مش عارفة اذا كنت اشتري الاسود الدرجة دي ولا الاسود الدرجة دي، بس غالبا هشتري الفتحة دي. بالنسبة للمولز بقى في اشكال كتير، بس انا بصراحة متحيرة مش عارفة اجيب ايه بالظبط، بس انا عاجبني كوستك دوت. طبعا رجعت وقلت ابدأ اشتغل بالحاجات اللي انا جبتها، وطبعا بعد ما قلت ان الكوستر القلب عجبني رحت اشتريت المربع. We'll be right back.
هسيبكو مع يعني الشغل اللي انا حاولت ان انا اعمله، ونشوف النتيجة في الاخر. طبعا دلوقتي انا هنشوف رد فعله عامل ايه، او هيبقى عامل ازاي على الحاجة. وانا مش عارفة على فكرة اي حاجة، ما شفتش شكل حاجة، وكنت لسه بفكها في ساعتها، بس كان في صدمة. هو المفروض ما يعرفش ان انا عملت الحاجة دي. انا لسه هشوف النتيجة، اصلا مش عارفة هتكون النتيجة عاملة ازاي. ربنا يستر. عندها له دلوقتي ما نشوف. ايه ده؟ انت ما عندكش اي فكرة طبعا عن اللي بيحصل. ايه ده؟ ده شعار الاهلي. بس هو هي محاولة، بس تقريبا كده محاولة فاشلة، فاهم؟ تمام. طيب. اوه والله ما يعرف. انا مش عارفه النتيجه من جوه عامله ازاي اصلا. ربنا يستر وما يتقطعش المولد ده زي اللي فاتوا. هحاول بالراحه خالص، هحاول يعني. هو انا حاسه انه اتقطع اصلا. لا لا، ده انا اتبسطت، ان شاء الله ما يتقطعش. ده انا اتبسطت. اوه جمهور ده حيماه. والله هي مفاجأة والله. بس شفت الألوان، هي أهم حاجة حلوة الألوان. وين مرة معاه طب الألوان، طيب أهم الأهلي حاجة اهو، الألوان. الأهلي اهو، الأهلي اهو. أنت طز في عارف الألوان، طز في أي حاجة، الأهلي اهو. يعني نجحت يعني الفكرة. طيب هو لسه في حاجة تالتة كمان؟ تمام. أه شوف عشان تعرف إن أنا متوصية بيك. كل ده عشان التسعة؟ لا والله العظيم. ده المولد الجديد. بس شوف عملت ازاي من القلب، ما ظبطتش قوي معايا. هو انا غلطت فيها بصراحة. بس كده، ده الفيديو النهاردة. اتمنى يكون عجبكم. لو انتوا حابين ان انا اعمل فيديوز تاني عن الريزن، او عن الريزن لما اشتغل فيه، سيبولي في الكومنتس تحت. ولو عندكم اي افكار او اي حاجات حابين تجربوها، قولوا لي برضو في الكومنتس تحت. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت وسبسكرايب ليوتيوب شانل، وتدوسوا على جرس الاشعارات. اشوفكم على خير ان شاء الله في فلوجات جاية وفيديوهات جاية. باي باي.